هشام أبشرة، رئيس تعاونية فن الطبيعة لإنتاج العسل ومنتوجات الخلية. التعاونية ديالنا تأسست في 2016 بدوار إباشرة جامعة أقرد إقليم الصويرة. بالنسبة للتعاونية ديالنا جات في واحد الوسط اللي هو قروي، حاولنا نواكبوا هو الأول نساء القرية بالنسبة للمناحل التقليدية، وحاولنا نبداو بالتطوير ديالهم بشويه بشويه. 2019 حاولنا اننا ندخلوا بالانتاجيين للسوق، حققنا انتاجيه مزيانه بالنسبه للعسل والعكبر البروبوليس. 2020 حققنا انتاجيه مزيانه من حبوب اللقاح. 2021 حاولنا نخدموا واحد شويه على لاجولي رويال، كانت شويه الامكانيات والظروف شويه ديال كورونا ما خلاتناش نتنقلوا بزاف، وهذا استطعنا في 2022 اننا نحققوا واحد الانتاجيه منها اللي هي مهمه، اللهم لك الحمد. بالنسبه للتعاونيه هي تعاونيه نسويه بواحد 80%. كنخدموا على الصعيد الوطني لحد الان، وان شاء الله كنتمنوا مني تحت لينا الفرصه وخدمنا على لونسا استطعنا اننا نوصلوا لواحد المعسله اللي هي حاصله على شهاده لونسا من مكتب السلامه الصحيه، اللهم لك الحمد، اللي غادي تخولنا باننا غادي ندخلوا للسوق الوطنيه تقريبا بواحد النسبه ليا كبيره، وان شاء الله السوق الدوليه علاش لا. نشكر بزاف المنظمين ديال هذا المعرض اللي هو جاب المناسبه ديال الموسم ديال الكراكه، اللي تحت لينا الفرصه باش نتلاقاو مع زبناء جداد ونتلاقاو مع عارضين جداد اللي ربطنا معاهم علاقات جيده، اللهم لك الحمد. بالنسبه للتنظيم كاين في المستوى، بالنسبه للحاله ديال المبيعات كانت مزيانه في المستوى، اللهم لك الحمد. وكنتمنوا ان شاء الله من هنا لقدام يتعاودوا دورات بحال هادو، ويكون عندنا تشجيع للصانع والمنتج والفلاح بالنسبه لاقليم الصويره. السلام عليكم، معكم عتيقه المدن، مسيره شركه الميابيو اللي كتقوم بانتاج وتسويق كل من خميره بلديه مجففه وكذلك جميع انواع الكسكس، وتصوير كل من منتوج الكبار والزيتون والحامض بدون مواد حافظه. اليوم كنتواجدوا بجماعه حدره اللي منظمين واحد المعرض تزامنا مع موسم الكراكه. كنبغي نشكر الناس اللي ساهرين على هذا المعرض على التنظيم، كنبغي نشكر السيد عامل اقليم الصويره والناس الساهرين على هذا تنظيم هذا المعرض. جينا باش نعرضوا المنتوجات ديالنا ونعرفوا بهم، والناس كيجوا كيسولوا كنعطوا استفسارات حول المنتوجات ديالنا.